السلام عليكم، أهلا بكم على حدث اليوم. أنا هاني وحلقة جديدة، والحوثي ينقلب على الهدنة بالهجوم الأشرس على مأرب، وفي مفاجأة كبيرة جدا تحالف دعم الشرعية يوقف العمليات العسكرية داخل اليمني. ولكن هناك أخبار أخرى عن الحوثي في حرب تكسير عظام، هجوم الأعنف والأشرس على مأرب. هنعرف القيادات اللي بيتم دفعها، نقل صواريخ باليستية ومسيرات، هنعرف الدفع والحشود من أي مناطق، أي مديريات، أي مدن بيتم الحشد لاتجاه مأرب. التركيز والاهتمام للحوثيين للهدنة اللي هم أعلنوا عنها، بينقضوها بأنفسهم على أنفسهم بالحرب الشرسة على مأرب. لفشل هذه المشاورات الرياض التي تراهن عليها المملكة العربية السعودية، وليس مجلس التعاون الخليجي فقط. ولكن دعونا ندخل في سياق الحلقة والتفاصيل الهامة جدا، ويرجاء تفعيل الجرس وسبسكرايب وشير للي بيعجبهم المحتوى، تفعيل الجرس باللون الأسود، وندخل في سياق الحلقة. الحوثي ينقلب على الهدنة بعد إعلان الهدنة من طرف واحد منذ حوالي 72 ساعة. هو يعني ينقضها بتحركات وحشود عسكرية هي الأعنف والأشرس على مأرب. الحوثي منذ حوالي 3 أيام يقوم بحشود عسكرية كبيرة جدا هي الأضخم، ولكن في خلال ال 12 ساعة الماضية كانت الحشود والتعزيزات هي أضخم مما كانت من قبل، يعني تعتبر أضعاف الأضعاف مما كانت من قبل. هذا يتزامن مع أن بيان لتحالف دعم الشرعية أمس في مفاجأة كبيرة جدا من العيار الثقيل، يعلن عن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، الغرض منها لإنجاح مشاورات الرياض بناء على طلب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف لخلق بيئة حاضنة لصنع السلام خلال شهر رمضان. طب البيئة الحاضنة، إذا تحدثنا عن التفاصيل للبيئة الحاضنة لإنجاح هذه المشاورات، كل الأطراف ذاهبة إلى مشاورات الرياض، تم تسجيل الأسماء أمس، واليوم بدأت الجلسات من 10 صباحا، وجميع وكالات الأنباء تهتم، حتى المبعوث الأممي هانز جرودنبرج ومبعوث الأمريكي موجود ولاندر كينج والمبعوث السويدي، ما أعرفش، المبعوثين كتير قوي. ولكن اللي هو اتسبب لضلمة الفرح الحوثيين هو اللي مش موجود، يعني الأطراف اللي موجودة داخل القاعة بتتشاور. إيه الخلاف اللي ما بينهم؟ الحوثي اللي انقلب على الدولة وأسقط العاصمة صنعاء وعاد باليمن إلى العصور الحجرية، ومفيش غاز، مفيش كهرباء، مفيش دواء، مفيش أكل، مفيش مرتبات، مفيش حياة، يعتبر يعني عايشين ميتين في اليمن أو هم ميتين بالحياة. لكن المشاورات اللي جوه داخل القاعة في الرياض، أطراف اليمنية، المبعوثين اللي هو والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اللي هو طلب إيقاف القتال العسكري من جانب التحالف دعم الشرعية، هم وافقوا عليه طوال شهر رمضان لإنجاح، يعني هنقف حوالي 33 يوم، إلا إذا الحوثيين نقضوا بإطلاق صواريخ باليستية أو مسيرات على المملكة العربية السعودية، إلا إذا. ولكن الحوثيين اهتمامهم وتركيزهم على مأرب، هنتكلم عنه بالتفاصيل والدفع والحشود، ولكن هنا بنتكلم عن مشاورات الرياض. ايه الخلاف اللي ما بين اليمنيين اللي جوه القاعه؟ هيكون خلاف ايه؟ يعني خلاف في وجهات النظر؟ يعني في ما بينهم اقتتال لا سمح الله؟ ما فيش اقتتال ما بين اليمنيين اللي موجودين جوه القاعه. لكن اللي هو السبب في القتال، واللي هو يعني اسقط الدوله واستولى عليها، واللي هو يعني بيدير مجاعه في اليمن، هو اللي مش موجود، الحوثيين. فبالتالي اي مشاورات يراد منها النجاح، انت هتطلع هتعمل مبادره وتعمل اليات وتعمل بنود كل الكلام ده جميل، لكن في الاخير مين اللي مستولي على السلطه ومين اللي بيدير الحرب هناك؟ الحوثيين. فده يعتبر ان هو يعني ضحك على الدقون، ليس ليه غرض منه، يعني اي غرض منه سياسي، الا اذا كنت هتطلع منه قرارات وفي الاخر هتطلع منه قرارات غير الزاميه على الحوثيين. يعني مثلا تحالف دعم الشرعية حينما تم استهداف الحديدة من يومين وعلى صنعاء، ابتديت تصرخ كأمم متحدة وان انت اوقفت. طب انت دلوقتي شايف الاقتتال وهجوم الحوثيين على مأرب، انت ما اتكلمتش ليه كأمم متحدة؟ الغريبة ان الأمم المتحدة اليوم يعني بتجمع الأطراف اليمنية داخل القاعة ديت اللي ما فيش اختلاف ايديولوجي ما بينهم. يعني ايه الايديولوجيه اللي ما فيش اختلاف ايديولوجي اصلا؟ الاختلاف اللي موجود ما بين اليمنيين على ان هو ممكن يبقى فيه يعني انتخابات، فهيوافقوا على انتخابات، ماشي انتخابات، لكن اللي مستولي على السلطه
انت مش هتقدر تنزله، مش هتقدر تنزله من على المدفع، مش هتقدر تنزله من على الدبابة، مش هتقدر تشيل من ايده المسيرة اللي بتلقها على مأرب وعلى اهل اليمن وعلى المملكة العربية السعودية وعلى المملكة العربية المتحدة، مش هتقدر تاخدها منه، لان انت اللي بتديها له، الامم المتحدة انت اللي بتديها له. لما نشوف بيان الامم المتحدة اللي هو تم اصداره اليوم لوكالات الانباء، بيقول البيان الامم المتحدة يدعو الاطراف اليمنية للتعاون دون شروط مسبقة مع الاطراف اليمنية. طب اصلا الاطراف اليمنية اللي موجودة اللي انت بتقول لها دون شروط مسبقة، هي اصلا ما فيش خلاف ما بينهم. طب انت ليه ما قلتش في البيان الزام الحوثيين بان هم يجوا، يعني ضروره وجودهم، وبالتالي تصعد الامر لمجلس الامن؟ دي الاجراءات المتبعه في القانون الدولي، لكن انت ما بتخش الاجراءات دي، لان انت وجودك وحياتك وتنفسك كامم متحده في الاماكن الصراعات اللي انت بتتغذى عليها، اللي انت بتدعمها، بتشوف مين الجهه اللي تعمل الصراعات وان هي تبقى نشطه اكتر فبتدعمها. ونقدر نشوف كده في مناطق كتير جدا الامم المتحده موجوده فيها. نشوف اليو ان موجوده في مالي، فتلاقي ان في هناك موجود اليو ان هناك هو يعني هو اللي بيدعم الجماعات القتاليه هناك الارهابيه هناك، يعني هو اللي بيدعم داعش هناك، هو اللي بيدعم الجماعات الاصوليه اللي هي الاصوليه الاسلاميه اللي هم التكفيريين، يعني اللي هم ما يدعى عليهم في من ناحيه الجماعات الاسلاميه ان هم تكفيريين، يعني مش تكفير بالاسلام لا، لكن فكرهم. فهنا تشوفهم فين؟ في البوليساريو في المغرب، الأمم المتحدة بترعى هناك وبتدعم هناك البوليساريو اللي هي خدت من الأراضي المغربية. بتشوفهم موجودين يعني حتى في جزيرة سيناء بيدعموا الجماعات الإرهابية، ولكن ده قد كان. لكن الآن أنت بتدعم الحوثيين في أهم حتة، في دارفور أنت بتدعم برضو هناك برضو الجماعات المسلحة هناك ضد الدولة. يعني أنت وجودك في أي حتة كأمم المتحدة أنت بتدعم يعني الجماعات الإرهابية، فانت يعني جاي بتضحك على مين؟ لكن احنا لما نيجي نتكلم بتفاصيل اكتر عن الحوثيين وعملوا حشود، يعني هنقول تفاصيل للحشود اللي هي على مأرب. نقضوا الاتفاق بان هم عملوا حشود وتعزيزات، الهدف منها كسر مأرب لضرب حوار الرياض طبعا، وان هم يتحققوا مكاسب، يعني الغرض منها يعني كسر الاراده. والحشود هي الأضخم على مأرب منذ أمس، نقل أسلحة ثقيلة، احنا هنتكلم بقى في الأسلحة والتعدد والقيادات، منها مسيرات والآليات العسكرية من صنعاء إلى الجوف صافر، وصواريخ باليستية برضو نقلوها من معسكر بيت دهرة ومعسكر الصنع إلى غرب مأرب وإلى إلى حزام الجوف. بالتالي برضو في استغلوا الحوثيين برضو اعلان التحالف بوقف العمليات داخل اليمن، وقاموا بدفع بعدات كبيره جدا من الاليات العسكريه والمدرعات للخطوط الاماميه لجبهات مأرب، وكان في المعارك مشتده جدا منذ امس مساء وحتى الساعات الاولى من صباح الاربعاء اليوم 30 مارس. تعزيزات الحوثيين ايضا كانت على مأرب بقياده القياديين ابو خالد الشامي والقياده عبد الرحمن السلام ابو حرب، ومعهم قاطرتين للصواريخ الباليستية والمسيرات تم الدفع بهما إلى مناطق السالف ذكرها. بنتكلم عن أيضا الحوثيين في معركة عنيفة صباح اليوم في جنوب مأرب. للأسف الحوثيين هم يعني أنتوا يعني الأمر صعب جدا وضخم. الحشود اللي بيحشدوها والتعزيزات على مأرب في خلال الساعات الماضية أعداد تفوق عما سبق من اسابيع وشهور، ما حصلتش قبل كده. فكان في انا ذكرت امس ان هم الجيش الوطني استعاد مناطق، الحوثيين استعادوا منطقه منهم يعني فجر اليوم استولوا عليها، ولكن دي كانت من القبائل مش من الجيش الوطني، القبائل هي اللي كانت موجوده في المنطقه اللي تم تحريرها، ولكن الحوثيين ضغطوا واستعادوا المنطقه دي، هي منطقه واحده. الجيش الوطني رد بان هو استعاد وسيطر على مواقع جديدة في مديرية الجوبة، والحوثي بيحشد من زمار والبيضاء إلى مأرب. طيب هنا احنا بنتكلم عن التحالف، الواقع بيقول ان التحالف لم يرد، تحالف دعم الشرعية لم يرد على الهدنة اللي من طرف واحد اللي أطلقها الحوثيين الإرهابيين، واكتفى التحالف باطلاق اللي هي المبادره لوقف العمليات العسكريه اللي هي للداخل اليمني، والحوثي هو اللي بيحشد. طب السؤال
الحوثي طبعا هو عمره ما هيلتزم، والدليل ان هو نقض الهدنه اللي هو اعلنها من طرف واحد، من ناحيه من طرفه هو، فبالتالي هو نقض اتفاقه معاهم. فبقولك لو معانا احنا، يعني لو الحوثي بيعمل اتفاق معانا احنا مع الطرف الشرعيه، مع طرف التحالف، في الحوثي هيلتزم بيها؟ استحاله يا جماعه. حوار الرياض ده ومبادره الرياض ده ما هو اجراءات سياسيه، حفله الامم المتحده بتعملها لفتح الباب لتهريب الاسلحه للحوثيين ودعمهم تسليحيا ولمحاوله السيطره على الارض، استعاده المواقع. لو هم كسروا مأرب وان هم حاولوا استعادوها هتبقى بالنسبه لهم شيء خطير جدا، وبالنسبه لنا احنا هيبقى شيء اخطر علينا احنا. فبالتالي ان تحالف دعم الشرعيه هو يقظ للامر ده. كان في استهدافات كبيره قوي امبارح قبل اعلان وقف العمليات العسكريه داخل اليمن. وقف العمليات العسكريه كانت السادسه صباحا الاربعاء اليوم، ولكن يعني صقور التحالف امس قاموا باستهدافات كبيره جدا في مأرب وفي مناطق تماس لدعم الحوثيين اللي هي اتيه، ولكن الان لا يوجد ضربات جويه، لذلك الحوثيين بيحشدوا باعداد كبيره جدا. اللي واضح على الارض دلوقتي في مأرب ان مرحله تكسير عظام، ننتبه الى هذا الامر، مرحله تكسير عظام. الحرب دلوقتي في مأرب مرحله تكسير عظام، هيكون نتيجتها الحوثي يعني هينقض الاتفاق، وان هو في حاله ان هو خسارته للحشود العسكريه كبيره جدا. هنسمع بقى الكلمه الاخيره دي، الحوثي بيحشد كتير قوي، في الاخير ان هو هيتلقى هزائم كبيره على ايد الجيش الوطني، وانه لان هو تم تعزيزه بقدرات عسكريه من تحالف دعم الشرعيه، فبالتالي الهزائم اللي هتحصل له في خلال ال 48 ساعه وال 72 ساعه القادمه ستؤثر على الحوثي، مما يستدعي ان الحوثي ينقض الاتفاق اكتر وينقضها اكتر ويطلق الصواريخ والمسيرات على المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي المملكه العربيه السعوديه هتكسر اللي هي وقف اطلاق النار من جانبه للداخل اليمني، وبالتالي هيتم التصعيد والضرب. لكن المرحله الجايه هيكون بمرحله تانية، يعني بانتهاء مشاورات الرياض ونقض اتفاق الهدنه من الحوثيين، وان هم لو اطلقوا صواريخ على السعوديه او اطلقوا مسيرات على المملكه العربيه السعوديه هيكون في مرحله جديده سياسيه وعسكريه هنشوفها باعيننا وهنسمعها في الايام القادمه. حفظ الله المملكه العربيه السعوديه وقيادتها الملك سلمان ولي العهد السعودي. كنت انا معكم هاني على قناتكم حدث اليوم، انتظروني في الحلقه القادمه فيها اخبار مفاجئه وهامه. دمتم بالف خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.